أيها الرفيقات، أيها الرفاق، أن الثورة السورية التي بدأت قبل 8 سنوات والتي بدأت باسم ثورة الحرية، ولكن عدم قدرة المعارضة السورية على إدارتها وتنظيم الشعب على أساس المطالبة بحرية الشعب وإيجاد دستور جديد يضم كافة الفئات الشعب، تم تسليمها إلى أيادي خارجية أمثال تركيا وقطر. لذلك تغيرت مسار هذه الثورة. نرحب بكم جميعا أيها الرفاق والرفيقات والوطنيون الشرفاء والأحزاب السياسية، ونثمن وقفتكم هذه ضد تهديدات الدولة الفاشية التركية الراعية للإرهاب والإرهابيين، التي حاولوا بكل الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية منذ بداية الأزمة وحتى اليوم لاحتلالها وتدخلها في مناطقنا التي تلعم بالأمن والأمان والاستقرار نسبة إلى باقي المناطق في سوريا منذ بداية الأزمة قبل 8 سنوات وحتى الآن، والتي تعود الفضل لفلسفة القائد أوجلان وانتهاجنا للخط الثالث، خط أخوة الشعوب والدفاع عن المجتمع، والآلاف من الشهداء الذين ضحوا لأجل بناء مجتمع ديمقراطي سياسي أخلاقي إيكولوجي يأخذ المرأة فيها مكانها الحقيقي. أكون في أنقرة هبالو دس بيك أشهر العفرين أبو برخدانا مش هشتين شهرا بدس بيكر جهزار ونسد وبازدع بدس بيكر إذا ديروك جمرة نقرنقا يا قرنقو لازم جمرة إيرو كانها برخداني نشكي دل المحموكة بهمرة ليكي جعفريني حيابر يقتل الأوروبا الهولير الأعمد الهرجي المعابد إيرو دلما بيقرنقي بيقتل إليكي أم قلب باكور رجع غاي السوري برم ببنى دسبيكا جيانا قلان منا شايل جلالك ورحمة.